إذن هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان، يتجدد اللقاء والتحية مرة أخرى مع انطلاقة الشوط الخامس في المجموع وهو الخاص للإبكار المحليات الأصايل لسن الإذاع، سن المتعة والإثارة لمسافة 6 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط ونذهب إلى أول المراكز وأول الشعارات. هناك على المركز الأول سما تتقدم على البداية والصدارة لعلي بن سعيد بن سالم الاكتبي، مع المركز الأول يقدم لنا سما على الصدارة والبداية، بينما المركز الثاني شعار مصبح بن زيد بن عوض الاكتبي القادم مع وصول الشواهين في ثاني المراكز، وفي المركز الثالث عواصيف لعبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة بيان لفيصل بن محمد بن راشد الخاصوني الاكتبي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس هناك تقدم مع قمرية لمحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي على المركز السادس، وفي سابع المراكز القادمة هملولة لاسم الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، ومع المضمر محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني القادم على المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن وصلت هناك مشاهدينا الكرام علي الغزيل المهير بن سيب النايع بن واس الاكتبي الذي يحتل المركز الثامن، وفي تاسع المراكز غالية لأحمد بن راشد الهادفي الاكتبي على المركز التاسع، وفي المركز العاشر هناك آخر الأسماء وصول أيضا مع اللي هي الشبابية لهادي بن راشد بن عبيد بن دغيش الاكتبي القادمة في المركز العاشر في هذا الحضور. إذن هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في هذا الشوط. ونعود إلى البداية، لنا عودة إلى المركز الأول وأول المتقدمين هناك مع أول الأسماء المسيطرة بهذا الحضور المميز. أشاهد البداية وأجد الصدارة مع اسم سما على بداية الشوط، وفي المركز الأول علي بن سعيد بن سالم الاكتبي يقدم لنا سما، ومن يدفع بسما على الصدارة والبداية في هذا التدخل والانطلاق المثير في بداية الشوط. المركز الثاني وصلت الآن عواصيف، عواصيف القادمة في ثاني المراكز لعبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي الذي يحتل المركز الثاني بتدخل عواصيف في هذه الانطلاقة الرائعة. وفي المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث مع اللي هي شواهيل المصبح بن سيف بن عوض الاكتبي القادم في ثالث المراكز في هذا الحضور الرائع. المركز الرابع، في رابع المراكز بيان لفيصل بن محمد بن راشد الخاصوني الاكتبي يتقدم مع اللي هي بيان على مستوى المركز الرابع في هذه المشاركة. وفي المركز الخامس تقدمت قمرية، وصل شعار محمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي مع دائي قمرية على المركز السادس، وفي سابع المراكز المركز السابع مع الغزيل المهير بن سيب بن نايع بن واس الاكتبي، وصل شعار بن واس هناك القادم في هذه اللحظات مع وجود الغزيلة على مستوى المركز السادس. وسابع المراكز هملولة، هملولة قادمة على المركز السابع لسمو الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي ومحمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني، من يتابع هذا الشعار على المركز السابع. المركز الثامن غالية لأحمد بن راشد الهادفي
الاكتبي هو على المركز السابع وفي ثامن المراكز. المركز الثامن مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء في كل مكان، ناخذ القادمة على ثامن المراكز في هذه اللحظات. الشبابية قادمة ومتدخلة أيضا لهادي بن راشد بن عبيد بن دغيش الاكتبي في هذه اللحظات. ونعود إلى أول الأسماء، إلى أول الشعارات في هذه الانطلاقة والمتابعة المتميزة في هذا الاندفاع الأقوى في بداية هذا الشوط. وغيرت عواصيف تمر إلى الصدارة وتعبر تتقدم مع المركز الأول. عبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي راح شعار الخاصوني وتقدم مع المركز الأول في هذه التحديات المثيرة. يقدم عواصيف على المركز الأول في هذه الانطلاقة لعبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي، مستمر على هذا الموال وهذا التحدي المتميز مع خلال تقدم عواصيف في بداية هذا الشوط. النقلة التالية للمركز الثاني، وصلت سما، هذه سما القادمة مع ثاني المراكز. وصل أيضا شعار علي بن سعيد بن سالم الاكتبي الذي يحتل المركز الثاني بوجود سما في هذا الشوط ولايحة الاثنين كيلومتر في هذه الانطلاقة. وما تبقى إلا القليل عن خط النهاية وعن المقصورة الرئيسية في هذا الشوط. شواهين قادمة مع المركز الثالث لمصبح بن زيد بن عوض الاكتبي القادم مع المركز الثالث في هذه اللحظات. يصل مع وجود شواهين التي تحتل المركز الثالث في هذه الاندفاعات القوية في هذا التواصل الجميل. ونعود إلى شعار الخاصوني على المركز الأول. هذه عواصيف عصفت في مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول رقم ممتاز، وهي تحتل الصدارة لعبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي الحامل الرقم واحد مع المركز الأول في هذا الشوط المنطلق. وصلت سما القادمة على ثاني المراكز هناك مع شعار بن طارش علي بن سعيد بن سالم الاكتبي الحاضر مع ثاني المراكز 1200 متر في هذه اللحظات القادمة مع المركز الثالث. تحركت الغزيلة، وصل شعار ابو نواس القادم مع المركز الثالث. مهير بن سيب النايع ابو نواس الاكتبي القادم مع المركز الثالث والكيلو والمتر الاخير. وبدأت الاوامر، بدأت الحركة وبدأت التحركة في هذه الإثارة القوية. غيرت سما إلى المركز الأول، تمر بمرور الكبار على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول سما المنطلقة لعلي بن سعيد بن سالم الاكتبي هو مع المركز الأول، ولكن الملاحقة والاقتراب مع اللي هي هملولة لسمو الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمية ومحمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني القادم مع المركز الثاني. يقدم لنا هملولة في ثاني المراكز، ولكن سما سيطرت، أبدعت سما على المركز الأول في 400 متر الأخيرة لتحقق هذا الانتصار في هذا الصباح على المركز الأول بشعار بن طارش على بداية الشوط. وفي المركز الأول في هذه اللحظات المثيرة، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام إلى مالك سما علي بن سعيد بن سالم الاكتبي على فوز سما بالمركز الأول في هذا الشوط. وهذه لحظات وصول سما إلى خط النهاية محققة هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لعلي بن سعيد بن سالم الاكتبي على فوز سما بالمركز الأول. المركز الثاني كان الدخول مشاهدينا الأعزاء في ثاني المراكز مع اللي هملول لسمو الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان
سلطان القاسمي مع محمد بن عبد الرحمن الهوني من كانت متواجدة في هذا الشوط على المركز الثاني. وفي المركز الثالث وصلت اللي هي الغزيل المهير بن سيف بن نايف بن واس الاكتبي، والرابع عواصيف لعبد الله بن سالم بن علي الخاصون الاكتبي. اما المركز الخامس فكان الدخول مع اللي هي بيان لفيصل بن محمد بن راشد الخاصوني الاكتبي. التوقيت الزمني 9:56 22 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس الى علي بن سعيد بن سالم الاكتبي على فوز سما بالمركز الاول. سلام الى بن طاري السلام على هذا الفوز والانتصار التي قدمته سما بالمركز الاول بخامس اشواط الابكار المحليات لسن الاذاعه في هذا الصباح. تهانينا والناموس.